السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة انا نقلت الروم بتاعي اهوت في المكان اللي انا كنت مربية فيه الفراخ زي ما انتم شايفين اهوت قدامكم. بس قبل بقى ما انقله انا حطيت كنسته الاول ونضفته وطهرته، ورحت بقى جايبة الجير، ورحت بقى مبدرة الحيطان ومبدرة الأرضية وخلاص بقى، علشان يعني امنع ان مفيش اي مكروب ولا في اي حاجة تبقى ايه متأثرش عليهم بعد كده. فاي واحده يا جماعه انا بنصحها قبل ما تنقل اي طير مكان طير ولا اي حاجه تعمل زي ما بقولها كده، تكنس المكان الاول وترش بالفينيك والكلور، اهم حاجه الكلور يا جماعه، عشان الكلور بيقتل اي مكروب، بيقتل اي مكروب او اي عدوى او اي حاجه لازم ترش كلور، وتسيبها يومين ثلاثه كده الشمس تدخل فيها وتنشف خالص، وتقومي جايبه جير زي ما انا جبت كده وترش على الحيطان وترش في الارضيه. تمام كده عندك لو انت عملت كده عندك اي طير بسم الله ما شاء الله يعني، وتنقل مكان طير تاني هيبقى كويس ومش هيتعب وصحته هتبقى حلوه باذن الله. زي ما انا حطيت كده قش اهوت، انا حطيت في فرشه الجير قش، ونقلت الروم بتاعه اهو زي ما انتم شايفينه يا جماعه. انا كنت عاملكم فيديو قبل كده من امتى اسبوع، بس هو احتمال ينزل النهارده او بكره، يعني احتمال ان شاء الله كده ينزل النهارده او بكره باذن الله. فانا النهارده بس عشان انا كنت نقلتهم فانا حبيت اوريهم لكم. وزي ما انتم شايفين بقى انا حطيت لهم فرمت لهم بصل وثوم اهوت قدامكم اهوت، حطيت الميه بتاعه الفرم هنا منها شويه في قلب الميه بتاعتهم بتاعه الشرب، وحطيت التفل زي ما انا قلت لكم هنا في قلب العلف على العلف اهوت، فرقته في قلب العلف ياكلوه هما، بس ساعه ما بيشموا الريحه بتاعته بينزلوا اكل. وزي ما قلت لكم هو الرومي بيحب ريحه الثوم وريحه البصل والحاجات ديت اهي. الفيديو اللي فات يا جماعه انا عملت لكم الحاجات دي كده قدامكم، بس هو اتاخر شويه على ما نزل، بس معلش انا كنت حاطه بصل وثوم كنت فرماه وعملته قدامكم برده، وكنت برده قلت لكم اخر يوم هاكله بيض. هو دلوقتي خلاص انا ما عدتش باكل بيض بقى ولا اي حاجه، انا بس كنت يعني فضلت لغايه بس الفتره ديت على اساس ان هو ما يتغيرش معايا ويغضب على الاكل كده زي ما قلت لكم. بس بسم الله ما شاء الله بقى حجمه حلو اهوت، ما عادش بقى محتاج معايا بيض ولا حاجه، يعتمد بقى على نفسه في الاكل. انا حاطه له العلف اهوت زي ما قلت لكم، علف بتاعهم وسط العناني برده. انا في اي طار زي ما قلت لكم يا جماعه انا ما بستعملش اللي هو علف واحد اللي هو العناني، حاطه له برده بصل وثوم على الخلطه اهيت، وزي ما قلت لكم على الميه. وبسم الله ما شاء الله يعني بقى في الحجم اللي انتم شايفينه ده كده. هو دلوقتي بقى عمره شهر ونص كده يا جماعه، بقى في الحجم اللي انتم شايفينه دي كده قدامكم، بس هو بس اكمنه لسه نقلاه حالا اهوت قدامكم. مستغرب المكان يعني، تحس ان هو بس يعني ايه يعني بعيد شويه كده، مستغرب المكان لان المكان لسه جديد عليه، بس ما اتاقلم عليه. وعامله طبعا برده لنطه اهيت، وحاطه بس لسه ما ركبتلهاش اللنطه لان انا كنت شلتها مني، كنت خلاص ما كانش بقى في فراخ ولا حاجه. هحط لهم بقى اللنطه طبعا، والفرشه بتاعتهم بقى هاجي بالليل برده لان الجو بيبقى برد بالليل، هدفيهم عشان ما يبردوش معايا واللنطه تبقى قايده زي ما قلت لكم، عشان برضو الا عندها تعرف برضو انا بدفي ازاي وبحبش عليهم ازاي بالليل عشان ما يبردوش ويتعبوا مني. وطبعا النظافه حبايبي زي ما قلت لكم في اي فيديو برضو هفضل اقول لكم النظافه النظافه على طول، النظافه هي السر اللي ما تخليش الفرخ يتعب معاكي ولا يجي له اسهال ولا يكش، اهم حاجه النظافه. طول ما الطير بتاعك تحته نظيف وتحته ناشف عمره ما يتعب معاكي ولا هيبرد ولا هيسيبوا اي حاجه. انا على طول يا جماعه بحط لهم ثوم وبصل لان بسم الله ما شاء الله يعني هما كانوا كل مره يعني بيجوا في العمر ده كده كان يبدا وشهم يورم ويعمل، يعني لما كنت مربيه جديد ما كنتش لسه فاهماله وكده، عندي مربيت مره واثنين وثلاثه بدات افهمه. فالمربيه حبايبي عندها رومي وهو في الحجم ده كده، وعلشان وشه ما يورمش معاكي ولا يتعب معاكي على طول ادي لهم بصل وثوم. فزي ما قلت لكم حبايبي اللي عندها روم في العمر ده كده وفي الحجم ده كده على طول ما تقطعش عنه البصل والثوم والليمون، اهم حاجه البصل والثوم والليمون، ادي بصل وثوم وليمون وعمره ما يجوش هيورم معاكي ولا عينها تورم، لان في ناس كتير بتشتكي من الموضوع دوت اهو. بياكل اهو بسم الله ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين، خلاص هو بدا ياخد عن المكان. وزي ما قلت لكم انا حاطه لهم بصل وثوم على العلف اهوت وليمون، ما تنسوش الليمون اهم حاجه الليمون. لو انت عملت كده على الاقل يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع اضمن ان بسم الله ما شاء الله عندك روم صحته حلوه،
ومش هيتعب معاكي ولا عينها تورم معاكي، اهم حاجه. ومن وقت للتاني يا جماعه جيبوا اللي هو الكرات وخرطوا لهم، من وقت للتاني برضو جيبوا البصل وخرطيه، مش لازم تفرميه، خرطيه ناعم وقلبوا له مع الاكل. توم برضو على طول، ليمون في الميه وعسل، ماشي يا جماعه، الليمون والعسل على طول في الميه برضو، ما نمنعش الليمون والعسل في الميه من وقت للتاني، يعني مرتين تلاته في الاسبوع ادي. تيجي بعد يوم كده معلقه خل ولا حاجه على رطل الميه برضو كتطهيره كده على الريق، يعني لو في اي حاجه، اي ميكروب في معدتهم، اي حاجه بتطهر معدتهم. كل الحاجات دي يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله تخلي الروم يجي معاكي يعني على طول ما شاء الله عليه، يعني ده بسم الله ما شاء الله عمره شهر ونص. طبعا في ناس عندها العمر ده يعني ممكن ما يجيبش عمر، يعني ما يجيش شهر ونص، يعني هو بسم الله ما شاء الله ماشي على طول معايا لان انا ما قطعتش عنه البيض. في ناس ممكن بتستخسر فيه بيض ولا حاجه، يعني تقول مثلا لا هو ياكل علف ولا كده، لا يا جماعه انا ما برجحش الموضوع ده، يعني انت اصرفي مثلا على شويه ماشي، اكلي في اليوم بطين اتنين على الاقل. انا كنت باكل بطين الصبح وبطين اخر النهار، دي نتيجة ان انا كنت باكل مرتين الصبح ومرتين اخر النهار، بطين الصبح وبطين اخر النهار. فانا زي ما قلت لكم انا بقى عندي مكان ما بيجي يكبر شويه بشويه كنت بقلل الكميه بقى لغايه ما فطمته خالص وهو بقى في السن ده. فالناس اللي هي مثلا بتاهمل وبتقول لا بلاش بيض مش عارف ايه، بيعتمد على العلف لوحده، لا ماشي هو هيبقى حلو معاك هيكبر، اي نعم بس هيكبر ضعيف مش هيكبر معاك على طول، هيبقى يعني النمو بتاعه بطيء معاك. زي ما انتم شايفين يا جماعه دوت عمره شهر ونص، يعني ما شاء الله، يعني يعتبر من غير اي ادويه من غير اي حاجه عندي، يعني بس بالحاجات اللي انا قلت لكم دي الطبيعيه اللي في قلب البيت، يعني بسم الله ما شاء الله. هو بس اللي عندي الطير اول ما بجيبه يعني عمره يوم، هو دوت اللي انا بجيب لهم دواء استقبال اللي هو المضاد الحيوي بس، اللي هو يعني ايه بيبقى زي تحصيل لهم بس كده، اسمه دواء استقبال. عندك اي طير لك تجيبيه سوى بط سوى فراخ سوى روم، اي طير عندك وانت بتجيبيه تروحي للبطر تقولي له انا عايزه دواء استقبال على اساس ما يتعبش معاكي من الاول، تجيبي هتحطي منه 3 ايام وعلى كده. وبقطع انا بقى على كده، انا على نفسي بقطع على كده، ما بديش اي دواء تاني خالص للطير عندي. انا وريت لكم يا جماعه يعني يمكن في اول فيديوهاتي انا وريت لكم الدواء اللي انا جبته، ووريت لكم يعني في دواء انا جبته له يعني ايه، يعني عباره عن فيتامينات وكمقوي للمناعه بتاعتهم وكده، يعني هو ده بس من يومها وانا بسم الله ما شاء الله عند ما بوصل بقى عمره اسبوع ولا حاجه بمشي بقى على الليمون والميه والعسل والحاجات دي كلها خلاص كده. يعني هو عمره نص كده يا جماعه زي ما انتم شايفينه كده، وبسم الله ما شاء الله يعني بدأ يظهر الذكر من الانتايه. انا عندي الذكوره اللي هي بدأت تعلى وحجمها يعلى معايا ديت، الاناتي اللي هي حجمها قليل دي زي ما انتم شايفين قدامكم اهي كده، يعني بس تلاقي بسم الله ما شاء الله حتى تحس ان هم بدا يطلع لهم صوت، يعني هم في العمر ده وبدا يطلع لهم صوت. الدقه الديوك اللي هي زي اللي انتم شايفينها دي كده، الالات اللي اهو سامعين صوتهم، الالات اللي هي تلاقي ايه يعني لسه ضعيفه كده دي. يعني دول يعتبر ديكين، اللي جايين هنا دول يعتبر ديكين كده، ونفس الشيء اللي ورا هناك دول كده. الالات بقى اللي هي تبص تلاقي ضعيفه بقى، ضعيفه زي الصغيره اللي هناك دي في الوسط دي تمام كده يا جماعه. فانا باذن الله يعني الحمد لله ان هم طلع فيهم برضو اناتي، لان انا محتاجه الاناتي يا جماعه برضو ان شاء الله، لان ان شاء الله انا ناويه افقس منهم يعني واربيهم، لان ان شاء الله كده عايزه اعمل لهم مشروع. يعني انا بحب تربيه الطيور يعني جدا، انا بحب تربيه الصغار جدا، الطيور الصغيره جدا يا جماعه، يعني انا من صغري كده وانا بحبهم، يعني بحب احب رب البط، احب رب الفراخ، احب رب الرومي، يعني انا دايما بحب الحاجات الصغيره كده اربيها. فبسم الله ما شاء الله يا جماعه قدامكم محمد خلاص بدا يقضي على المكان بقى زي ما قلت لكم، بدا ياكلوا اهوت. وطبعا المكان مهوله مهو زي ما انتم شايفين، بيخش له شمس وبيخش له هواء، يعني المكان يعتبر صحي له. واخر النهار طبعا انا هقفله قبل ما انزل علشان ما يبردوش ويسقعوا، ولسه طبعا ما ركبتش اللمبه زي ما انتم شايفين، هنزل اجيبها لهم بقى واركبها لهم عشان اقعد لهم بقى المكان طول الليل كده زي ما انتم شايفين، عشان ما يبردوش ان شاء الله مني ويتعبهم. ودي يا حبيبي كان الفيديو بقى بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم،
وما تنسوش يا جماعة تعملوا بقى اللايك، واللي ما اشتركش بالقناة يشترك، وتفعلوا الجرس ان شاء الله علشان يوصلكم بإذن الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.